أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحريف. النهاردة حلقة مليئة بالأحداث الساخنة، سواء على مستوى الدوريات أو الأخبار اللاعبين أو التتويج الأفريقي للنادي الأهلي أو مستوى دوري الحريف اللي انطلقت بدايته يوم الجمعة والسبت اللي فاتوا. كل الأحداث هنتكلم فيها النهاردة مع ضيوفنا الكرام. طبعا النادي الأهلي توج بالبطولة الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على نادي الزمالك 2-1. هنتكلم، هنعرف وهنحلل. كمان النادي الأهلي النهاردة كان عنده قرار مهم جدا، ويعني كان مفاجئ لبعض الناس وكان متوقع لبعض الآخر، وهو فسخ التعاقد مع صالح جمعة. على المقابل في نادي الزمالك تم حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة. كل الأحداث الرياضية شفناها ازاي وحضراتكم شفتها ازاي وتحليلنا وتحليلكم ليها هيكون ازاي. النهارده خلونا نرحب في بدايه حلقتنا بالكابتن احمد سعيد المدير الفني لاكاديميه فيوتشر. اهلا وسهلا بيك يا كابتن احمد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا كابتن احمد نجم نادي الزمالك السابق، واحد اللاعبين اللي لعبوا في الدرجه الاولى في نادي الزمالك، وتم تصعيده مع الكابتن اسماعيل يوسف في بطوله الدوري وفي بطوله افريقيا، ولكن هو اعتزل بدري شويه. كابتن احمد، هارد لك ماتش الزمالك. الحمد لله الفرقتين لعبوا كويس والنتيجه يعني كانت عكس سير اللقاء، بس مبارك للنادي الاهلي. توقعت النتيجه يعني توقعت. لا قبل الماتش كان في على عكس يعني طبعا كلمه منطقيه بعيد عن الاهلي والزمالك. نتيجه الماتشات بتبقى القمه غير متوقعه، ولكن كان الماتش الاخير كان في تفاؤل كبير عند جماهير نادي الزمالك، وكان في قلق على غير العادة عند نادي أو عند جماهير النادي الأهلي. ماشي. أنت شفت ده برضو ولا كان توقعاتك عكس ده؟ لا هو فعلا أنت بتكلم مظبوط، بس آخر 48 ساعة التوقعات اتقلبت بإصابة عبد الله جمعة والونش ويوسف أوباما، بقت التوقعات بقت 60-40 للأهلي. لأن يعني أنت لو بصيت على الدكة ما كانش فيه أصلا يعتبر احتياطي غير كاسونجو اللي يعتبر كان جاهز. بس احنا بنبارك طبعا، بنبارك للنادي الأهلي وهارد لك نادي الزمالك، عمل ماتش يعني شرف الكرة المصرية، واتمنى ان شاء الله الموسم الجديد من بطوله افريقيا ويوصلوا هما الاثنين النهائي ان شاء الله باذن الله. غيابات الاهلي كانت برضو، كان وليد سليمان وديانج وكان مين الثالث يعني، كان وليد وصالح جمعه. صالح ما بيلعبش كده كده، وليد مش مؤثر قوي، بس برضو حمدي فتحي لعيب منتخب. فانا برضو حجم التاثير هنا غير حجم التاثير هنا. انت لما تجيب مثلا اسلام جابر يلعب باك ليفت كانك بتجيب احمد الشيخ بيلعب باك ليفت بالظبط، لما تجيب احمد عيد مواليد 2001 يلعب باك رايت كانك بتجيب ناشئ من 2001 بيلعب باك رايت. فطبعا لا، حجم الغيابات عند زكاة اكتر وكانت اضر بالفريق. كل مدرب من وجهه نظرك اضر المباراه ازاي؟ مين تفوق على الثاني؟ في الملعب اللي تفوق يعني انا شايف باتشيكو. اول ربع ساعه مدرب الاهلي مسك الماتش كويس، موسيماني، بس باتشيكو فاجئنا اللي هم خد الاستحواذ ليه وبدا يعمل خطوره على مرمى النادي الاهلي. بس الكره جوان، هي خلاص ما حدش بيتكلم، خلاص البطوله اتحسمت، ما حدش بقى يدور بقى في كلمه استحواذ او مش استحواذ، خلاص هو الاهلي خد البطوله طبعا. بس اتحسمت يعني اتحسمت فنيا جوه الملعب يعني. هل في تغييرات انت شفتها؟ يعني انت لاعب كبير في نادي الزمالك ومدرب كبير، في تغييرات حسيتها جوه الملعب او تغييرات عملت فارق، ولا هي اتحسمت بالروح وبالاصرار وبكوره ما كانش فيها هجمات كتير؟ طبعا هو طبيعي اتحسمت بروح واصرار والكلام ده وفرديات من اللاعب محمد مجدي قفشه، بس القصه كلها موسيماني عمل حاجه كويسه قوي، هو ساب الاستحواذ للزمالك لان الزمالك عارف اللي هو عنده سرعات، فهو تراجع لنص ملعبه عشان خاطر ما يديش المساحات للاعيبه نادي الزمالك. احمد سيد زيزو سريع جدا، اشرف بن شرقي سريع جدا، فهو عمل حاجه، هو باغت الزمالك تراجع نص ملعبه، وهو اللي لعب بنفس اسلوب لعب الزمالك بالظبط. بس فهو ده اللي حسم له اللقاء. حتى انت لو تلاحظ اصلا الهجمه بتاعت الاهلي اصلا يعني هي ردت من نص ملعب الزمالك على نص ملعب الاهلي على طول، اللي اتلعبت طويله وبعد كده ردت لمجدي قفشه تاني وحطها جون بالظبط. بس تمام. طيب يعني كل التوفيق للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك. كان نهائي مشرف للكره المصريه، الاثنين قدموا مباراه جيده، يعني شايف فرحه مستحقه لجماهير النادي الاهلي. بطوله غابت عن دولاب بطولات النادي الاهلي لمده 7 سنوات، اخر بطوله كانت 2013، وانا شايفها وكل الجماهير الاهلاويه شايفينها من اغلى البطولات في تاريخ النادي الاهلي، لانها جت على حساب الغريم التقليدي للنادي الزمالك. يعني افضل بطوله كانت او اغلى بطوله افريقيه كانت الصفاقسي 2006 بهدف ابو تريكه، ودي يمكن تاني اغلى بطوله افريقيه في تاريخ النادي الاهلي ان هي تخلص بهذا السيناريو
في الدقيقة 86 وعلى حساب نادي الزمالك المتفوق فنيا في المباراة، ده يعني خلى البطولة ليها قيمة وطعم تاني مع النادي الأهلي. كان في زي ما قلنا قرار مهم جدا النهاردة، النادي الأهلي بيفسخ عقد صالح جمعة. صالح جمعة من أفضل اللعيبة المهارية، عايز أقول إن هو في القرن الأخير يعني في آخر 20 سنة في مكان صانع الألعاب، ولكن لاعب قصر في حق نفسه جامد جدا. وأنا أعتقد يا كابتن أحمد إن صالح جمعة خد فرص كتير. يعني أنا مش عايز أقولها لأن هو هتبقى تقيلة قوي، ولكن النهاردة بيكتب شهادة وفاته كرويا. صالح جمعة بيكتب شهادة وفاته كرويا، لأنه صعب جدا جدا بعد 4 سنوات من الفرص اللي خدها في النادي الأهلي إن هو يروح مكان تاني ويتألق، لأن كان الفرصة متاحة ليه، نادي كبير، دعم جماهيري، بطولات، طموحات، الناس كلها. صالح ما كانش بيلعب كابتن والناس كانت متعاطفه معاه النادي الاهلي بشكل في كبير تاريخه جدا. كله ما صبرش عليه زي ما صبر على صالح جمعه. بالظبط، دي حقيقه، في تاريخه كله دي حقيقه. ما صبرش عليه زي ما صبر على صالح جمعه، خد فرص كتير، خد دعم جمهور من غير ما يلعب كتير جدا، هو ما استغلش ده، ما استغلش حب الجمهور، ما استغلش ان ربنا مديله مهاره مش موجوده عند حد، يعني ممكن هو الوحيد اللي يعني رقم 10 حقيقي في الملعب. المدربين كلها بتدور على رقم 10 مش لاقيين. فكل واحد بيجيب مثلا يوظف لعيب يحط مثلا رقم 10 في كل الانديه، انت ممكن تلاقي مجدي قفشه دلوقتي بس اللي هو جاي من بعد عبد الله السعيد، هات واحد بعد مجدي قفشه ما تلاقيش. ما تلاقيش. لا خالص. لو قارن بقى امكانيات مجدي قفشه بامكانيات صالح جمعه، صالح جمعه احسن. اعلى بكتير بس جدا. الكوره مش فنيات بس يا كابتن، الكوره عقليه بره الملعب. عقليه بره الملعب، التمرين ساعه ونص. طب بعد الساعه ونص انت بتشتغل ازاي على نفسك؟ طيب احنا بس بنتكلم على صالح جمعه ليه يا كابتن؟ عندنا احداث كتير جدا، يعني عندنا احداث كرويه كتير جدا، ولكن احنا بنتكلم على صالح جمعه لان كل اللي بيتابعنا هم من اللعيبه الناشئين والبراعم الصغيرين. تمام. فانا يعني مركز على الموضوع ده تحديدا عشان اللعيبه تفهم وتتعلم. احنا تمام. عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول مهما كانت امكانياتك الفنيه عاليه قوي، ومهما كانت موهبتك اللي ربنا مديها لك عاليه قوي، ولكن ما عندكش التزام داخل الملعب او خارج الملعب مش هتكمل في الكوره. مهما كنت انت مين، انت مين وامكانياتك ايه؟ امثله كتير بقى، يعني صالح جمعه قبله ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد ده واحد من وجهه نظري انا الشخصيه من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ الكره المصريه. طبعا طبعا. برضه ما كملش. صالح من المواهب العاليه جدا، فدي رساله مهمه كل جدا. البراعم كل الناشئين اللي هم بالظبط يا كابتن. يهتموا التمرين من الساعه ونص بس، لا انت في حاجات انت مطالب بيها بره الملعب، ان انت ما تسهرش، تحافظ على صحتك كويس، تنمي موهبتك. يعني انا هندي مثال مثلا بواحد لعيب زي طارق حامد. طارق حامد بدا في كهرباء طلخه، بص بقى، بص بعد كام سنه بقى فين. وصالح جمعه اللي هو بدا ناشئين ام بي، احسن ناشئين في مصر وفي الاهلي، وخد فرص كتير جدا وبقى فين. يعني هي مقارنه، لو هتقارن فنيا صالح بطارق حامد، لا صالح طبعا اعلى بكتير جدا، بس طارق استغل الفرصه، حافظ على نفسه وكمل، بقى رقم واحد في نادي الزمالك. بالظبط. حمدي فتحي، حمدي فتحي جاي من دمنهور، السوشيال ميديا مشيره له حاجه من 4 سنين بالظبط، 3 سنين يعني. كان عنده ماتش مع كفر الشيخ وكان كاتب على صفحته يا رب بكره نكسب كفر الشيخ، وهو في فرقه دمنهور. بعد 4 سنين حمدي فتحي واحد أفريقيا. من ديفندر منتخب مصر الاساسي، واحد من افضل اللعيبه في مركزه في افريقيا، مش في مصر، في افريقيا. لعيب في وسط، في خط وسط النادي الاهلي لا غنى عنه. فهي الكوره عقليات يا كابتن، عقليه، عقليه، طموح، التزام، اجتهاد، عوامل كتير جدا طبعا طبعا، غير المهاره. تحرم نفسك من حاجات كتير. يعني برضو كنت الاضواء والنجوميه بتاع النادي الاهلي في لعيبه ما بتستحملهاش، طبعا في لعيبه ما بتستحملش الصخب الاعلامي وماشي في الشارع الناس كلها عارفاه، الناس كلها نفسها تتصور معاه، في لعيبه ما بتستحملش الضغوط الاعلاميه دي، بيحس كده يعني بيطلع بره الطريق اللي هو المفروض يمشي فيه. فصالح خرج بره الطريق، وفي امثله كتير زي ابراهيم سعيد، وفي امثله كتير يا كابتن. انت في ناس كتير بطلت 28 26 سنه 27 سنه ما حدش حس بيهم. بالظبط. بس عمرو سماكه وصالح كتير جمعه كتير كتير، وابراهيم سعيد وجمال حمزه وجمال حمزه وميدو وشوقي حتى شيكابالا. يعني شيكابالا يعني لعيب، حته لعيب انا يعني. لعبت شفت مع شيكابالا شيكابالا، بيعمل ايه في انا الكوره لحد دلوقتي؟ لعبت مع بس شيكابالا، برضه ما يعني ظلم نفسه. لعبت مع شيكابالا من وانا عندي مثلا 15 سنه لحد مثلا 21 سنه كنت بتصعد معاهم ماشي. شيكابالا ما قدمش ربع اللي عنده لحد دلوقتي، طبعا طبعا. لحد دلوقتي ما قدمش ربع اللي عنده، عنده كتير جدا، بس خلاص هو دلوقتي عنده 34 سنه، خلاص اللي بيروح في الكوره ما بيرجعش. لا ما بيرجعش طبعا. يعني نتمنى ان اللعيبه الصغيرين بقى، اخواتنا واولادنا، ان هم يعني دي تكون رساله مهمه ليهم. وانت بتتفرج على الكوره، طالما انت في مجال الكوره وبتلعب كوره، يبقى لازم تستفاد من التجارب اللي قدامك. لازم كل ماتش بتتفرج عليه، الاهلي للزمالك لانبي، اللعيبه اللي هي الدرجه الاولى،
كل مباراه، كل استوديو تحليلي، كل برنامج لازم تستفاد منه علشان ربنا يكرمك. يعني دي كانت اهم الاحداث اللي احنا حبينا نتكلم فيها سريعا، لان طبعا الكلام كان على الماتش الاهلي والزمالك كتير، وعلى صالح جمعه النهارده كتير. صالح جمعه من اللعيبه اللي انا بحبها، ولكن النهارده انا نفسي كنت مبسوط للقرار ده، طبعا لان انا شايف ان طبعا الاهلي خد فرص خلاص كتير. يعني صبر عليه كتير قوي قوي قوي، والاهلي استحمل كتير قوي، وهو اللاعب اثر في حق نفسه كتير قوي. يعني صالح جمعه صرح حجم تصريحاته او كميه تصريحاته ان هو هيرجع ويلتزم اكبر من عدد المباريات اللي هو لعبها في النادي الاهلي. يعني كل شهر كنا بنلاقي صالح جمعه، لا انا خلاص انا رجعت ونسيت، ولكن ما يعني نتمنى له التوفيق لو كمل في مسيرته في الكوره في نادي اخر غير النادي الاهلي. اعتقد ان هو هيبقى في يعني غالبا في مصر. نتمنى له التوفيق، ونتمنى لكل اللعيبه التوفيق، ونتمنى للنادي الاهلي ونادي الزمالك التوفيق في بطوله كاس مصر. نخش بقى كابتن احمد لبطوله دوري الحريف اللي كانت البدايه بتاعتها وافتتاحها يوم الجمعه اللي فات في ملعب المدفعيه. حضرتك من الفرق المشاركه في بطوله الحريف، عملت ايه وشفت اليوم ازاي والبدايه كانت عامله ايه؟ البدايه سخنه، يعني البدايه كانك انت بتلعب ماتشات فاينل كلها. تمام. لعبت 2011 اول ماتش كسبت 11-0، 11-0. 11-0 اه 2009 كسبت 2-0 اللي هي الفرق الايه، الفرق البي تعادلنا 0-0، 2005 كسبت 3-2، 2007 خسرت 1-0. تمام. يعني بصرف النظر عن النتائج، شفت برضو اليوم ازاي ماشي، ازاي الفرق عامله، ازاي فرق طبعا في جديده انت ما كنتش تعرف معظم الفرق فرق اللي جديده، داخله السنه دي. فرق كلها جديده. اه الفرق الجديده فرقه كويسه جدا، التنظيم على اعلى مستوى السنه دي، تمام. الحكام على اعلى مستوى، المراقبين كتير، في اهتمام اكتر بفكره الدخول والكارنيهات والكلام ده اكتر طبعا. من السنين اللي فاتت، فلا الدوري منظم جدا السنه دي. تمام. طيب يعني هنشوف واحنا بنتكلم مع كابتن احمد تقارير كتيره جدا النهارده، هنعرض جزء منها، مش هنقدر نعرض كل التقارير. احنا مصورين اكتر من 25 تقرير من ملعب الساحل ومن ملعب المدفعيه، لان كان هناك كم كبير جدا من الماتشات. هنشوف اول تقرير اتصور الاسبوع ده من دوري الحريف، ونرجع نستكمل حلقتنا مع الكابتن احمد سعيد. معروف بيه؟ اسمي ادم السيف ياسر. عمر مبروك الفوز النهارده. الله يبارك فيك. النهارده المدرب كان بيطلب منك ايه في الماتش؟ ان احنا ندافع كويس وما نخليش الكوره تخش فينا في الجول، نلعب حلو ونأدي اداء كويس. يعني عملنا مجهود، وكان برضو بيطلب مننا نعمل مجهود وكده. مين فيكوا جاب اجوان النهارده؟ انا جبت 4 و3 مش فاكر. وانت؟ لا انا مدافع وانا جون. ده الجون النهارده دخل فيه جوان؟ لا. شكرا. تعرف بحضرتك؟ كابتن محمد عدو، مدير فني اكاديميه العدو. فريق كام؟ 2012. مبروك الفوز النهارده. الله يبارك في الاست كله. النهارده كلمنا عن احداث المباراه. النهارده دي اول مشاركه لينا في 2012. الحمد لله الولاد ادوا اداء كويس جدا، عندهم ثقه في نفسهم كويس جدا ما شاء الله. كنا رجعنا في النتيجه، كنا مغلوبين 2-1، رجعنا في النتيجه 2-2، وقدرنا الحمد لله نحسم النتيجه 3-2 الحمد لله رب العالمين. شايف البدايه بالفوز النهارده دي حاجه كويسه للولاد؟ طبعا بتدي دفعه كبيره جدا للعيبه، خاصه ان دي اول مشاركه ليهم، فبتديهم دفعه كويسه جدا في باقي المباريات اللي هم يقدروا يعملوا حاجه كويسه، وان شاء الله باذن الله نكمل وناخد كل ماتش ان شاء الله باذن الله. الفوز النهارده بيخليك تستقر على تشكيله اساسيه للفريق؟ طبعا طبعا. النهارده عناصر اساسيه كلهم ممتازه، مازن وخالد وادهم ما شاء الله عليهم، وازار وكان كويس جدا، ومعتز، وكل الولاد، وابو عامر، كلهم كانوا كويسين جدا ما شاء الله عليهم. النهارده طبعا موسم جديد وبدايه موسم جديد، فالولاد تعرض على الموسم اللي فات؟ لا، دي اول مشاركه ليهم. اول مشاركه ليهم، فالحمد لله بدايه ممتازه، بدايه كويسه، بدايه مشجعه، ان احنا نقدر باذن الله نستمر، وان ان شاء الله باذن الله يبقى لنا هدف من خلال ان احنا نصعد اول مجموعه ان شاء الله باذن الله. تعرف بيك؟ ايه؟ اسمك ايه؟ ادهم هاني. تلعب فين؟ في اكاديميه العدو. مواليد كام؟ 2012. مازن محمد عدوي، مواليد 2012. تلعب فين؟ اكاديميه العدو. مبروك الفوز النهارده. الحمد لله احنا فزنا خلاص، فزنا خلاص. انت اللي جبت الجون النهارده؟ جبت 2. مبروك. وانت جبت جون.
قولي النهارده المدرب كان بيطلب منك ايه في الماتش؟ اللي انا اخلي قدام عشان لما الكره تجيلي اجيب جول. وانت؟ انا كنت خط وسط يعني بتحرك في الملعب كله. مبروك الفوز النهارده. الحمد لله. قولي اسمك ايه؟ خالد محمد. تلعب فين؟ في اكاديميه العدو. معز عادل. في اكاديميه العدو. النهارده المدرب كان بيطلب منك ايه في الماتش؟ كان بيطلب مني ان انا افضل في نص الملعب بتاعنا عشان ادافع كويس واشيل الكره كويس. مركزك ايه؟ ما جبتش. تلعب ايه في الملعب؟ بلعب مهجوم. النهارده جبت جول؟ المدرب كان بيطلب منك ايه؟ بيطلب ان انا اكون في خط وسط واجيب جول. شكرا. تعرف بعدتك؟ كابتن مصطفى مساعد كابتن اسامه حسن اكاديميه سد محافظه. هارد لك النهارده. الحمد لله على كل حاجه. النهارده بس البدايه الرهبه طبعا للولاد، فالحمد لله على كل حاجه. الحمد لله. قول لي النهارده الولاد نفذوا التعليمات في الملعب؟ لا والله هم بس خايفين، هم ما نفذوش كل حاجه اللي بيتمرنوا عليها بقالهم من ساعه نهايه بطوله الكاس. هم جايين النهارده الرهبه بتاعت المكان اللعيبه الكلام ده كله، فالحمد لله على اللي هم عملوه. يعني النهارده ايه ابرز السلبيات اللي حصلت في طول المباراه وازاي حضرتك هتعالجها بعد كده؟ الحاله الدفاعيه عندي وقع شويه، فهدعمها شويه مره ان شاء الله الماتش الجاي نكون احسن من كده باذن الله. شايف بمرور ماتشات المستوى اتغير؟ ماتشات ايه؟ بمرور الماتشات المستوى. طبعا الاحتكاك، احنا اصلا الاستفاده اصلا من دوري الحريف انه بيعلم اولادنا الاحتكاك، انه ما يخافش، ما بقاش فيه رهبه، الكلام ده كله هو ده اللي احنا عايزينه لاولادنا. يعني اسمي محمد. تلعب فين؟ في استاد محافظه عبد الرحمن فواز في استاد محافظه. هارد لك النهارده. ايه هارد لك؟ انت خسرت. النهارده انت كنت احسن واحد في الماتش. شكرا. قول لي انت النهارده كان دورك ايه في الملعب؟ مركز جناح يمين. النهارده خسرته ليه بقى؟ ايه الاسباب؟ الحارس وما فيش حد بيمسك اللي ورا. شكرا. كابتن محمد عبد السلام مدرب 2011 اكاديميه فيوتشر. مبروك الفوز النهارده طبعا بثمان اهداف. لا هم مش 8، هم 11. الله يبارك فيك. اولا بقول للولاد الف مبروك، النتيجه وداعا. كانوا هايلين النهارده، ادوا اللي عليهم، استعدوا البطوله بشكل كويس. الحمد لله قدرنا نحقق المركز الثالث السنه اللي فاتت، وكل الناس اشادت بالولاد السنه اللي فاتت. السنه دي ان شاء الله احنا داخلين وناويين على البطوله بامر الله. الولاد استعدوا بشكل كويس، اول ماتش ليهم بعد فتره، فان احنا نشوف الولاد بيهدفوا بالسكور ده وبالاداء ده، فاحنا بنشكرهم على الاداء ده، وان شاء الله ده البدايه. عندنا الحمد لله بنربي الولد في الاكاديميه على فكره الفوز ولا بديل عن الفوز، والحمد لله الولاد بتوعنا بيستوعبوا بشكل كويس. عارف بيك؟ زيد. تلعب فين؟ في فيوتشر. اسمي ادم وائل وبتعلم بلعب في اكاديميه فيوتشر. مبروك الفوز النهارده. اللي احنا كنا عاملين مجهود كبير قوي. النهارده المدرب طلب منك ايه في الماتش؟ طلب مني ان انا العب كويس واحط امل ان انا اكسب ان شاء الله. جبت هدف النهارده؟ انا جبت هدف. انا ما جبتش لان كنت بلعب مدافع. شكرا لاماني امام وسيد ومحمد جمال ومحمد فتحي المصورين في ملعب المدفعيه في الاسبوع الاول. دي كانت بعض اللقاءات وبعض اللقطات. طبعا الحلقه مستمرين فيها وهنشوف معظم اللقاءات اللي اتعملت. كابتن احمد برحب بيك من اول وجديد وبرحب بيك مره اخرى. ويعني زي ما احنا شايفين بدايه قويه زي ما حضرتك قلت. كنت بتكلمني على واحد تقريبا شغال على كذا فريق، يعني بتقول لي بايونيرز فرقه قويه جدا، بتقول لي العدوي فرقه قويه جدا، بتقول لي جلال سكول السنه اللي فاتت، بس جلال دلوقتي في بيلعبوا في ملعب حتى الساحل. حتى في فرقه اشتركت جديد اسمها برو. الفرقه دي برو على المدار البعيد هتنافس. فرقه قويه جدا، فرقه جدا لفتت نظرك قوي، والمدرب بتاعهم مدرب ممتاز. بيحضر كويس من تحت، بيبدا هجمه، مش فارق معاه النتيجه قد ما فارق معاه اللي هو يعلم الواد حاجه. والحاجات المدرب ده عجبني جدا بصراحه. والله معرفش اسمه بس هو مدرب كويس جدا. دي فرقه برو. برو دي من الفرق. في حد لفت انتباهك تاني في كل المواليد؟ اللي كان في ولد عند الكابتن سليمان اشول لعب كويس جدا، العالمي. لعب كويس جدا، وكابتن سليمان محفظهم حاجات كده في الفاولات. تمام، حاجه كويسه جدا. في ولد عند الكابتن احمد الباشا، الواد 2005 بيلعب تحت الفراوده. تمام، لعب كويس جدا.
دول لفت نظر اليوم ده. طيب وانت بتقول برضو على افضل اللعيبه، يعني احنا عايزين نعلن عن منتخب الحريف. كل ان شاء الله اسبوع اللعيبه الكويسه هتنضم لمنتخب الحريف. ايه منتخب الحريف ده؟ هو منتخب تسويقي للعيبه الكويسه في دوري الحريف، هيكون ليهم تجمع مره كل اسبوع على ملاعب خاصه بدوري الحريف. خلال المنتخب ده افضل لعيبه في الدوري هيتم تسويقها ان شاء الله للانديه المصريه بدون اي مقابل مادي، حتى التدريبات واللبس وكل التكاليف والمصاريف هتكون على اداره الحريف، ان هو ده منتخب تسويقي. جزء مهم من اهداف البطوله ان هو تسويق اللعيبه المميزه. عايز اقول لحضرتك، انت طبعا ذكرت اكتر من لاعب، ولكن هقول لك بعض اللعيبه اللي تم اختيارها، بعض اللعيبه اللي تم اختيارها في الاسبوع الاول. هل الاختيارات دي نهائيه؟ لا، هنعمل تجمعات وهنبدا نصفي في اللعيبه دي، واللعيبه الكويسه هتنضم ليها، واللعيبه اللي مستواها هيقل هتخرج منها، لحد ما هنستقر على منتخب في كل مرحله سنيه. ومن خلال المنتخب ده هنبدا نسوق اللعيبه الموهوبه والمميزه فيه. اللعيبه اللي لفتت نظرنا في الاسبوع الاول ونتمنى ان مستواها يفضل على او يفضل بالشكل اللي ظهرت بيه في الاسبوع الاول، محمد ياسر فتحي، ده ميسي مواليد 2012، ده مهاجم قوي جدا، واحمد محمد ابراهيم، دول الاثنين من اكاديميه الدمرداش، واحد 2012 اللي هو ميسي، ومحمد احمد ابراهيم مواليد 2011. يوسف عمر 2009 وعبد الله شماندي 2010، دولت من اكاديميه براعم شبرا. ادهم عمرو محمد 2009، دي اكاديميه مصر. يعني دولت ابرز اللعيبه اللي قلناها. في احمد عاطف مواليد 2009 اكاديميه الجزيره، محمد مديح 2009 اكاديميه الطلائع، عمر اكرامي 2011 اكاديميه بايونيرز، فاطمه اكاديميه اليوبلس. فاطمه دي بقى طبعا يعني نجمه البطوله السنه اللي فاتت من اكتشافات الكابتن حسين. يعني برضو في ادهم محمد فتحي فريق تشيلسي 2007، ومحمد اسامه 2007 بروتشاجا، ومحمد هاني وياسر هيثم نجوم صيام 2007، ومحمد ممدوح فريق 2005 مستقبل زهران، وزياد ياسر 2011، وياسر تامر 2005، دولت اكاديميه فيوتشر، دولت النواه الاولى لدوري او منتخب دوري الحريف، المنتخب التسويقي والفرق التسويقيه اللي هيتم تكويننا من خلال الحريف. بعد كده الفرق دي مجموعه منها هتتمرن في ملاعب الساحل اللي هي قريبه من الساحل، ومجموعه اخرى هتتمرن في ملاعب نادي الماظه، وهيبقى تمرين يوم واحد في الاسبوع او تجمع واحد في الاسبوع مع مدربين من الحريف، مع لبس ورعايه كامله من الحريف، وهنبدا نسوق اللعيبه دي خلال الموسم كامل، يعني ان شاء الله من اول 2012 لحد مسابقه الميكس. كابتن احمد، ايه رايك في الفكره التسويقي او الحاجه للتسويقيه اللي احنا وممكن نعملها ازاي، ممكن نضيف ليها ايه؟ حاجه محترمه جدا ان انت تعمل منتخب، انت بتخلق حافز بعيد عن البطوله ان اللعيب بيروح مكان عشان يتسوق من خلاله. فطبعا انتوا بتكملوا على شغلنا من ناحيه الماتشات ومن ناحيه التسويق، فانت لما تعمل حاجه اللي انت معانا الكابتن ماهر همام طبعا انه بنسوق اللعيبه، فدي حاجه كويسه جدا. اللعيبه هتشد حيلها اكتر، هيحصل منافسه بين اللعيبه داخل الاكاديميه، فكله هيبقى عايز يروح نادي، فدي حاجه كويسه جدا. انت بتكبر شغل الاكاديميات وبتضيف لشغل الاكاديميات، فطبعا حاجه محترمه جدا. تمام، خلينا نروح نشوف تقرير تاني من ماتشات ولقاءات دوري الحريف، وبعد التقرير هنستقبل معانا او هينضم لينا الكابتن عبد الفتاح محروس المدير الفني لاكاديميه ابن سينا. تعرف بحضرتك؟ كابتن احمد اسماعيل، مدرب فريق اجيال. هارد لك النهارده. الحمد لله، الماتش جاي الاولاد اول مره يلعبوا في الدوري في المنظومه بتاعت دوري الحريف، وان شاء الله يعني الايام الجايه الماتشات الجايه يعوضوا يعني ان شاء الله باذن الله. ايه ابرز السلبيات النهارده اللي شفتها خلال المباراه؟ لا، هو السلبيات بالنسبه هو التنظيم، يعني التنظيم ما عجبني بالنسبه للبطوله. انا كنت انا السنه اللي فاتت اتفرجت، ما كانتش البطوله برضك كده، السنه دي حاسس في تنظيم اعلى، و يعني الفرق المشاركه وفي تنظيم جيد في البطوله السنه دي. تعرف بحضرتك؟ كابتن محمد علاء، المدير الفني لاكاديميه السلام اول.
مبروك الفوز النهارده. الله يبارك في حضرتك. قولي النهارده تعليماتك كانت ايه للولاد خلال المباراه؟ هو النهارده طبعا يعني السنة ده طبعا مش مهم المكسب والخساره قد ما مهم ان نعودهم على الروح الرياضيه، ننمي الموهبه، نطور من ادائهم، يتعلموا كويس اكتر من المكسب والخساره كمان. الولاد النهارده حققوا اللي حضرتك طلبتهم منه؟ طبعا يعني بنسبه مثلا 80-85%، ودي نسبه كبيره جدا على ان ده اول ماتش، وانا بامل ان شاء الله ان الفتره اللي جايه تبقى الامور احسن ان شاء الله باذن الله. استقرت على التشكيله الاساسيه للفريق؟ طبعا احنا قبل ما نخوض البطوله، طبعا بطوله الحريف بطوله قويه جدا، فقبل ما نخوض البطوله احنا عملنا كميه ماتشات وديه كبيره جدا عشان نقدر ندخل المنافسه، واحنا ان شاء الله في افضل فورمه باذن الله. تعرف بيه؟ اسمه بلعب فين؟ في نادي السلام. اسمي روان، بلعب في نادي السلام. مبروك الفوز النهارده. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الكابتن النهارده كان بيطلب منك ايه في المباراه؟ ان احنا نلعب حلو ونتشجع. طلب مننا ان احنا نلعب حلو ونسجل اهداف. مركزك ايه في الملعب؟ مركزي يعني باك يمين او شمال كده. انا مركزي باك شمال. وانت؟ باك يمين. باك يمين. نفسك تبقى زي مين لما تكبر؟ زي محمد صلاح، ميسي. تعرف بيه؟ ياسين محمد همام. تلعب فين؟ بلعب في الفرسيه. علي نادر. تلعب فين؟ في الفرسيه. النهارده انت سجلت الهدفين بتوع التعادل. ايوه. مبروك. المدرب كان بيطلب منك ايه في المباراه؟ كان بيطلب مني اللي اروح على الجون واحط الاهداف واسجل عشان نكسب. انت بتلعب مركز ايه؟ بلعب من ناحيه باك شمال وباك يمين. وانت المدرب طلب منك النهارده ان انا لازم اروح على الجون وانشف على الكوره، واي كره تجيلي ما طولهاش مني، ولازم انا اجيبها في الجون في زاويه. مركزك ايه؟ فرود. نفسك تبقى زي مين؟ محمد صلاح. وانت؟ محمد صلاح. كابتن عبد الرحمن حسن. مدرب؟ مدرب اكاديميه كابتن، وبنلعب السنه دي باسم الفروسيه عشان ده الفرع بتاعنا يعني. النهارده تعادلتوا 2-2، هل تعادل مرضي لحضرتك؟ هو كده كده يعني احنا كاكاديميه الفروسيه يعني واكاديميه الكابتن احنا بنلعب على طول على البطوله يعني، فالتعادل اكيد مش مرضي، بس عشان اول ماتش طبعا ورهبه اول ماتش، فالولاد عملوا اللي عليهم يعني، بس ان شاء الله الماتشات الجايه يبقى الموضوع مختلف باذن الله يعني. تعليماتك ايه كانت للاولاد في سر المباراه؟ كانت تعليمات اليوم ان هم ما يضغطوش نفسهم خالص، عشان عارف طبعا اول ماتش هيبقى يعني في رهبه عليهم، خصوصا ان هم 2011 ده اول سنه يلعبوا منافسات طبعا، فالموضوع بالنسبه لهم كان في تنشنه شويه، فكان كلامي كله ان هو يعني يركزوا اكتر ان هم يعملوا اللي عليهم، ان النتيجه دي كده كده بتاعت ربنا في الاول وفي الاخر، بس يعتبر مجهودهم مرضي على اساس اللي انا كنت قايل لهم عليه يعني. محمد ياسر. مواليد كام؟ 2009. تلعب فين؟ بلعب سيرد باك. عبد الله ابراهيم سعد، مواليد 2009، بلعب هجوم. النهارده مبروك الفوز. الله يبارك فيك. المدرب كان بيطلب منك ايه في المباراه؟ كان طالب مننا ان احنا نلعب رجاله، وان شاء الله هو اصلا ان شاء الله هناخد البطوله دي ان شاء الله ربنا قدرنا يعني وناخدها. سجلت هدف النهارده؟ جبت جونين. قول لي المدرب كان بيطلب منك ايه؟ كان بيطلب ان احنا نلعب رجاله وما نخافش واي حاجه، ونلعب رجاله في اي حاجه، ونكسب البطوله ونبقى رجاله طول حياتنا. حسين سمير علي. انت مواليد كام؟ 2009. تلعب فين؟ اكاديميه بانيرز. انت؟ عبد الرحمن اين. بقى في اكاديميه بانيرز. مبروك الفوز النهارده، طبعا خرجت بشباك نظيفه. الحمد لله، كل فضل من عند الله. المدرب كان بيطلب منك ايه؟ ان انا اصدق كور، ما اجيش عليا كور كتير، واحاول نشيل الفريق. وانت النهارده سجلت هدف؟ هدف. المدرب كان بيطلب منك ايه طول المباراه؟ اروح على الجون وباص واشوط كده. مصطفى محمد علي. تلعب فين؟ في اكاديميه نجوم المستقبل. العبور. ياسين ايمن احمد، وبلعب في اكاديميه نجوم المستقبل. مبروك الفوز النهارده. الحمد لله كسبنا، وادينا ماتش حلو، وكسبنا 5-6-1. المدرب النهارده كان بيطلب منك ايه في المباراه؟ ان انا اكون احسن من كده، وان شاء الله نكسب الدوري واحسن اكتر من كده. تلعب في مركز ايه؟ دفاع ورا. جون، حارس مرمى. نفسك تبقى زي مين؟ وليد سليمان. وانا محمد الشناوي. محمد كابتن محمد ابراهيم. مدرب فريق بيونيرز 2009. مبروك الفوز النهارده. الله يبارك فيك. قولي النهارده المكسب بفوز بثلاث اهداف دي بدايه كويسه كده للاولاد؟ احنا كسبنا 5-0، والرجاله كلهم شغالين بقالنا فتره،
الحمد لله يعني كل اللي قلنا عليه وكل اللي اتمرنا عليه عملناه ومبسوط منهم كلهم. يعني النهارده مستوى الاطفال خلاك ان انت تستقر على التشكيله الاساسيه للفريق؟ كلهم ما شاء الله عندي القائمه الاساسيه وبالاحتياطي كلهم رجاله وما فيش حد فيهم قصر خالص. يعني شايف مستوى الولاد تطور الفتره دي؟ كلهم كويسين، يعني بدانا نتمرن بقالنا فتره كبيره وبدانا يعني من تحت الصفر يعني وكله شغال. لعبتك النهارده ظهرت بشكل كويس؟ اه الحمد لله راضي عنهم كلهم. يعني كابتن احمد العجوز مدير الفني لاكاديميه الطلائع، لعيب كره في نادي طلائع الجيش والنصر والترسانه، نجوم المستقبل اف سي مصر السكه الحديد، يعني لعبت في كذا نادي الحمد لله، وداخلين دوري 2009 2010 بالمجموعه اولادنا الصغيرين، واول سنه نشترك فيها دوري فان شاء الله خير. والنهارده اول ماتش لينا في الدوري كسبنا برده الحمد لله 2-1، والاولاد ادوا اداء كويس، وبالنسبه لنا ان احنا فرصه مشاركه ليهم واحتكاك عشان ان شاء الله احنا هدفنا في الاكاديميه تسويق لاعبين ونساعد اولادنا بدون اي مقابل، يعني بنوديهم اي نادي ولا بنطلب مقابل ولا مستنيين مقابل من حد، كلهم اولادنا فان شاء الله خير. واول ماتش لينا يعني ادانا تفاؤل ان احنا اول سنه يلعبوا دوري واول سنه يلعبوا ملعب والكلام ده كله، ان شاء الله خير وعملوا اداء طيب النهارده وخير ان شاء الله لينا في الدوري ده باذن الله. يعني اهلا وسهلا بكم من جديد، بنرحب بالكابتن عبد الفتاح محروس المدير الفني لاكاديميه ابن سينا، انضم لينا دلوقتي، كان جاي متاخر شويه. منورنا كابتن عبد الفتاح. اهلا بيك، منور بحضرتك يا كابتن. عاملين انتوا يعني شغل جبار في محافظه القليوبيه. الحمد لله بفضل الله، الاكاديميه بفضل الله 9 فروع دلوقتي على مستوى الجمهوريه في القليوبيه والجيزه والقاهره. 9 فروع الحمد لله. فين بقى الفروع يا كابتن؟ 9 فروع فين؟ والله احنا متواجدين الفرع الرئيسي في شبرا الخيمه في منطقه في ملعب ابن سينا، ومتواجدين في الخصوص، ومتواجدين في سقيل بلد الكابتن محمد محمود نجم النادي الاهلي، ومتواجدين في مركز شباب بسوس، ومتواجدين في مركز شباب بهذا بالقناطر، متواجدين في بجام في ملاعب كريز لاند هناك، ومتواجدين في اوسيم، ومتواجدين كمان في سقيل بفضل الله. انت شايف ان دي ليها يعني حاجه كويسه انك منتشر في اكتر من مكان، ولا انت تركز على مكان وتكبره ويبقى هو مكان رئيسي؟ يعني والله يا كابتن محمود احنا يعني اشتغلنا في البدايه في اكتر، يعني بدانا في فرع واحد ومع المصداقيه وثقه الناس فينا بدانا الناس على الجروب والصفحه يبدا يخش، طيب ما فيش فرع قريب من الحته الفلانيه او المكان الفلاني، فبدانا نسهل على اولياء الامور واللاعبين ان احنا نقرب لهم المسافه ونبدا نفتح اكاديميات بالقرب منهم عشان نسهل عليهم اماكن التواجد، وبفضل الله الفكره بدات تنتشر لغايه ما بقينا 9 فروع بفضل الله. تمام كابتن احمد، يعني انت عكس برضو الفكره او عكس الاتجاه او عكس يعني في الشغل عندك سيستم مختلف شويه، وبرضو كنت بتكلم معاك قبل الحلقه، ليه ما بتفكرش تعمل فروع تانية، لان انت من اكبر الاكاديميات اللي في مدينه نصر ومن اكبر الاكاديميات اللي في توليب والاكاديميات اللي حققت نجاح كبير جدا، قلت لي انا بحب يعني اركز في المكان بتاعي وعايز برضو انت يعني انت شايف الموضوع أنا ازاي؟ أنا كابتن عبد الفتاح شايفه ان هو عايز يبقى قريب من الناس كلها. هو كابتن فتحي بيتكلم صح في نقطه، بس هو كل مدرب ليه طريقته. فانا بالنسبه لي اركز في مكان واحد بس عشان ابقى مركز مع كل لاعب من اول اعمار 2005 لحد 2015، انا بمرن كل الاعمار دي انا والمدربين اللي معايا كابتن حمد عبد السلام وكابتن كانوا اشرف، فانا عشان افتح فرع هنا او فرع هنا انا مش هركز معاهم. مش هتقدر تبقى انا بركز من فرع توليب، وان شاء الله انا بكبر في داخل الفرع نفسه من سواء بطوله الحريف او من ناحيه التسويق، فانا مركز في الشغل اللي هو يبقى فرع واحد بس. عندك لعيبه كتير راحت انديه. عندي وسيم سهيل راح الشمس، عندي سيف ياسر راح الشمس، عندي عمرو ياسر راح الشمس برضك، زياد ياسر واياد ياسر راحوا الانتاج، عندي كان هادي شريف راح المقاولين السنه اللي فاتت، كان عندي لعيب اسمه مصطفى الزين راح الزمالك بس ما حصلش نصيب عمل حادثه. انا عندي لعيبه كتير راحوا انديه يعني، ومتسوق الباقي ان شاء الله، وعندي لعيبه كويسه جدا، عندي واحد اسمه عبد الله حامد، وعنده واحد اسمه محمد ميدو، وعنده عمر محمد الفرود، اللعبه دي هتبقى في مكانك كويسه جدا الفتره الجايه ان شاء الله. وعندي ادم وائل في 2011. تمام كابتن عبد الفتاح، شفت الاسبوع الاول ازاي في الدوري؟ والله هو احنا بدانا مع بطوله الحريف، طبعا بنسمع عنها سمع خير النسخ اللي فاتت، طبعا دي كانت النسخه الخامسه وكان لنا الشرف التواجد فيها. احنا رحنا اول يوم الافتتاح، طبعا احنا بنلعب على ملاعب الساحل، انبهرنا من اللجنه المنظمه والتنظيم، اشتركنا في مسابقات كتير جدا تبع للاتحاد. ترتيب طبعا الاسبوع الاولاني او المجاميع الاولانيه بعد الاسبوع الاولاني سواء
في المدفعيه مدينه نصر او في الساحل. اتفضل يا كابتن. يعني دي المجموعه الاولى 2007 ودي المجموعه السته، مجموعه سته في 2007 ومجموعه اثنين مدينه نصر مان سيتي ومناره الفاروق، مجموعه واحد مدينه نصر 2005 جولدن بوي، مجموعه اثنين بيراميدز وناشئين مصر مجموعه الخامسه، وادي 2011 الساحل مجموعه ثلاثه ايمن نجيب والدمرتاش، ومجموعه اربعه بلاي ميكر والجزيره وريدر واكتوبر سبورت، واحد المدفعيه بايونيرز والسلام اول وفيوتشر، مجموعه اثنين المدفعيه نجوم المستقبل والفروسيه وهليوبلس، ومجموعه خمسه 2009 بنتميم وجلال والمستقبل البنها، مجموعه اربعه 2009 برعم شبرا والمحترفين والجزيره، وادي مجموعه ثلاثه في 2009 امل مصر، وادي مجموعه اثنين في مدينه نصر 2009 مناره الفروق. يعني كل الجداول اللي حضراتكم شفتوها دي معظم المجاميع او معظم المجاميع اللي اتلعب فيها ماتشات. احنا بدانا طبعا ب 2012 و11 و9 و7 يوم الجمعه في المدفعيه ويوم السبت في الساحل. ان شاء الله الاسبوع الجاي كل الفرق او معظم الفرق هتكون لعبت. اتفضل يا كابتن، شفت الاسبوع الاولاني ازاي؟ والله انا عجبني جدا طبعا، اللجنه المنظمه كانت على اكمل وجه، الحكام لجنه الحكام في عدل، في الولاد كلهم شاركوا، الولاد كلهم كانوا مبسوطين جدا من النظام. طبعا انا يعني بشكر الكابتن علي حسين والكابتن فيصل والكابتن سعيد المصري وكل لجنه المنظمين، كل الساده الحكام برضو بصراحه كانوا عاملين يوم هايل. انا دخلت اول يوم كافتتاح انبهرت من الشكل واللجنه المنظمه، كل اولياء الامور طبعا بيشكروكوا على اليوم ده، ونتمنى ان شاء الله باذن الله مزيدا من الاحترافيه باذن الله في التنظيم ان شاء الله. وانا بوعد حضرتك وبوعد كل المدربين ان الاسابيع الجايه ان شاء الله هتكون افضل معنا اكاديميات كتير واكاديميات محترمه في مدينه نصر وفي الساحل، ومعنا عنصر نسائي بقى موجود السنه دي كاداريين وكمدربين، كابتن شيرين في اكاديميه فيرست ومع كابتن حسين في اكاديميه اليوبلس، اكتر من عنصر نسائي موجود السنه دي في دوري الحريف. هنشوف في الساحل ايه اللي حصل يوم السبت، وهنشوف اللقاءات اللي اتعملت بعد الماتشات، وهنشوف الناس قالت ايه وانطباعهم كان ايه وتعليقاتهم كانت ايه، وشافوا الاسبوع الاول كان عامل ازاي. الاسبوع الاول في الساحل اتلعب فيه برضو كم كبير من المباريات على الملعب الرئيسي وعلى الملعب الفرعي. بدانا في الساحل بمسابقات 2011 و2009 و2007 و2005، مباريات كانت كلها قويه، كانت كلها مثيره. الاسبوع ده ان شاء الله هنبدا في الساحل المواليد الاكبر ب 2003 و2001. شفنا فرق جديده على دوري الحريف، وشفنا فرق قديمه، شفنا فرق قدمت مستوى جيد، شفنا فرق جلال سكول من الفرق لسه كنا بنتكلم عليها كابتن احمد في انضمت لمجموعه الساحل، فرق قويه جدا. لعبتها في نهائي كاس السنه اللي فاتت، فرق قويه جدا. ابن سينا من فرق برضو قويه جدا، بن تميم من الفرق القويه جدا، الجزيره من الفرق اللي كانت معاكم في مدينه نصر وانتقلت للجزيره السنه دي تقريبا، ما دخلوش ب 2005 2005 هم كانوا البطل او الوصيف السنه اللي فاتت. فرقه جامده جدا، عندهم 2009 فرقه محترمه وفيهم كذا لاعب في انديه، وعندهم 2007 فرقه وصلوا نهائي السنه اللي فاتت، وصلوا نهائي بالظبط. كل دي فرق كانت موجوده السنه اللي فاتت واضيف لها فرق جديده. يعني هنشوف كل الكلام ده وهنشوف قالوا ايه في التقرير، ولكن برضو يا كابتن يعني قبل ما يجهز التقرير كابتن عبد الفتاح، الاسبوع الاول حضرتك هل لفت نظرك لعيبه او لفت نظرك فرق معينه، ولا ما كنتش مركز غير في فرقتك بس؟ احنا في البدايه رحنا على الماتش وطبعا حضرنا المحاضره بتاعتنا بتاعت الفرقه، وكنت مركز جدا مع الفرقه لان احنا كان عندنا فرقتين بيشاركوا في الاسبوع الاول، كان عندنا فرقه 2009 وال2007، فكنا مركزين جدا مع اللعيبه. طبعا انت حضرتك عارف ان الاسبوع الاول ده بيبقى الولاد عندهم رهبه، فحاولنا على قد ما نقدر نشتغل في المحاضره ان احنا نشيل الرهبه ديت من الولاد. الحمد لله ادوا الاسبوع الاول بشكل كويس جدا. طبعا عجبني في فرقه الجزيره برضو حضرتك كنت لسه بتشكر فيها، كانوا بيلعبونا في 2009 فيهم كذا لعيب كويس، لعيبه منظمه، مدربين كويسين جدا، جهاز فني على اعلى مستوى. بالتوفيق لكل الفرق المشاركه باذن الله، وان شاء الله باذن الله تبقى بطوله. نتمنى دايما ان احنا كل موسم نخش دايما الحريف ونشارك وتبقى في اكتر من فرقه علشان يبقى في منافسه للجميع باذن الله. باذن الله. كابتن احمد حضرتك الوصيف في 2011 السنه اللي فاتت و2009 طموحكم السنه دي ايه؟
بص احنا اول سنه بدات فيها اخدت ثالث 2001 فطبعا الطموح بيزيد. فتاني سنه اخدت تاني دوري 2009 وتاني كاس 2009 وتاني دوري 2011. السنه دي ان شاء الله دعمنا كويس وان شاء الله ناخد المركز الاول في كل المراحل السنه ان شاء الله. وبوعدك فرقه 2005 السنه دي اقرب فرقه للبطوله ان شاء الله. 2005 بتاع حضرتك داخل ب 2012 2011 2011 2009 فرقتين و2007 فرقه و2005 فرقه داخل بخمس فرق. فان شاء الله احاول بقدر الامكان احافظ على ال 2009 2011 اللي هم يعملوا نفس المستوى السنه اللي فاتت بس باضافه ل 2005 ان شاء الله. تمام كابتن عبد الفتاح، برضو الفرق اللي انتوا داخلين بيها ايه والفرق اللي انتوا مركزين معاها قوي؟ احنا طبعا انت حضرتك عارف ان احنا الاكاديميه عندنا 9 فروع. احنا برضو مقسمين الشغل بتاعنا والاكاديميه بتاعتنا، معانا الكابتن مصطفى علي والكابتن عبد السميع محمود طبعا من مؤسسين اكاديميه ابن سينا. فاحنا مركزين مع فريق ال 2001، معانا فريق ال 2001 بقياده المدير الفني كابتن عبد السميع محمود، معانا فريق ال 2005 بقياده الكابتن مصطفى علي، معانا فرقتين ال 2007 وال 2009 انا اللي بشرف عليهم كمدير فني، ومعايا مساعدين كابتن محمد رضوان والكابتن عبد الرحمن عبد النبي، ومعانا فرقه ال 2011 باذن الله كمان فرقه كويسه جدا ومبشره باذن الله. باذن الله. اللعيبه برضو اللي انت طلعت من عندكم ابن سينا من اكاديميات الكبيره جدا زي ما قلت في شبرا وفي القليوبيه، اكيد في لعيبه من عندك طلعت لانديه سواء لعيبه سواء انديه دوري ممتاز او قسم تاني. الحمد لله بفضل الله، يعني احنا على مدار 9 سنوات تم تسويق 73 لعيب للانديه بفضل الله، يعني 73 لعيب في 9 سنوات بالظبط، منهم محمد عطيه تنح دوت راح الجونه 2001، وعندي عبد الله كوبا، وعندي عفروتو في 2003، وعندي اوكا الانتاج الحربي 2011 ده اخر انتقال، عندنا لعيبه كتيره، وعندنا محمود عماد اوتي ده في المقصه 2001 برضو، عندنا لعيبه كتير بفضل الله، وعندنا علي فاروق في حرس الحدود. كل دي تم تسويقه من خلال الاكاديميه ومن خلال اكاديميه ابن سينا في ظل 9 سنوات بفضل الله. تمام كابتن احمد، حضرتك قلت لي على اللعيبه اللي انتقلت للانديه الفتره اللي جايه، مين اللي ممكن نتلاقيه في انديه؟ عندي جون جامد جدا اسمه عبد الرحمن ابو طالب، الجون ده هو سبب وصولنا ان احنا نوصل نهائي الكاس ونوصل نهائي الدوري 2009. كل مدربين الحريف بما فيهم كابتن احمد العدوي طلع قال لي انت الجون ده فرق معاك كتير جدا، جون موهوب جدا جدا جدا، انا متوقع مثلا هيكمل حته بعيده قوي. تمام ده 2009. ده 2009. وعندي ادم وائل في 2011 مدافع كويس جدا، عندي مصطفى ازارو فيرود كويس جدا، عندي عمر احمد باكريتو كويس جدا، عندي احمد وائل سيرد باك كويس، وعندي احمد محمد رشاد، وعندي بودي ايمن، وعندي احمد مصطفى، عندي لعيبه كتير كويسه جدا في 2009 2011. وفي 2005 عندي علي البدري لعيب كويس جدا، عندي هادي شريف لعيب كويس جدا، وعندي محمد بهاء وزياد ناجي. تمام طيب تقرير جاهز اهو معانا من ملعب الساحل، هنشوف برضو المدربين قالوا ايه ونرجع نستكمل فقرتنا وحلقتنا مع ضيوفنا الكرام. كابتن ياسر عبد التواب، اكاديميه ايه؟ الدمرداش. كابتن مبروك النهارده الفوز طبعا. في البدايه قلت لي اللي اول موسم لحضرتك معانا في دوري الحريف، كلمنا عن الموسم. لا والله تنظيم عالي جدا، يعني ممكن اقول لك يفوق تنظيم منطقه القاهره. كابتن ايمن نجيب. اكاديميه ايه؟ اكاديميه ايمن نجيب باسمي. كابتن طبعا اول موسم معانا في دوري الحريف، كلمنا قول لي ايه رايك فيه؟ بصراحه احنا كنا بنسمع عن دوري الحريف من 5 سنين فاتوا، وتشرفنا ان احنا دخلنا الموسم ده، وبصراحه منظومه رائعه جدا، واحنا مبسوطين جدا احنا موجودين، ويمكن اول ماتش لينا النهارده مع في الدوري. بصراحه احنا كنا اتفاجئت بالتنظيم، كنت مفكر التنظيم تنظيم عادي، لكن بصراحه انا اتفاجئت بالتنظيم، لقيت تنظيم احسن من رائع بصراحه، وبشكر القائمين على المنظومه. كابتن مدحت مدير فني اكاديميه المستقبل ببنها تبع قاره الشموت. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا فندم. نتعرف بيك. الكابتن هاني مدير اكاديميه المستقبل بنها. كابتن كلمني النهارده عن المباراه. والله احنا يعني كنا ماشيين كويس في بدايه الماتش، جبنا جونين، للاسف الفرقه برضو لسه يعني خايفين شويه، فالفرقه الثانيه جابت جون في جون، الجون بتاعنا برضو كان قلقان شويه خايف شويه، يمكن معظم الاجوان من الجون، فان شاء الله اللي جاي يبقى افضل يعني. كابتن سلامه القماش. اكاديميه ايه؟ الجزيره. كابتن كلمني النهارده عن الماتش. والله الحمد لله 2011 طبعا اول موسم لهم السنه دي، احنا بقى لنا ده ثالث موسم لينا، لكن 2011 اول موسم نشترك بيهم السنه دي في 2011. بسم الله ما شاء الله، يعني الحمد لله رب العالمين لقنا الاولاد واشتغلنا مع الاولاد، والحمد لله يعني مستواهم ثابت، واللي عملوه في التمرين جو نفذوه في الماتش الحمد لله. سبب الفوز النهارده ايه؟ والله توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ثم مجهودنا ومجهود الاولاد.
كابتن، طبعا في البدايه قلت لي ده الموسم الثالث لحضرتك معانا في دوري الحريف، ايه الاختلاف او ايه التطور اللي تم في الموسم ده الجديد؟ لا تطور يعني كل سنه عن سنه استاذ محمود بيطور في حاجات كتيره. السنه دي في اكتر من اكاديميه، اكتر من 180 اكاديميه اشتركت، ف يعني المنافسه هتكون قويه، فاحنا عارفين ان المنافسه هتكون قويه في جميع الاعمار. ده دي نمره واحد. نمره اتنين، فيه طبعا رؤساء انديه ورؤساء قطاعات وكده، كابتن محمد اليماني، يعني حاجات جايه السنه دي، حاجات في منتهى الجمال. ايمن يوسف، اداري اكاديميه امل مصر. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك كابتن. اول موسم معانا في دوري الحريف ولا؟ لا حضرتك، ده الموسم الثالث على التوالي مع الكابتن محمود الشيخ، والحمد لله بفضل الله يعني ماشيين كويس مع اداره الحريف وعاملين شغل كويس بفضل الله، وان شاء الله الموسم يتم على خير، الموسم الثالث لنا معاهم ان شاء الله. ايه التطورات اللي تمت في الموسم الجديد؟ لا في تطورات يعني من ناحيه الملعب ومن ناحيه الاداريين والحكام، وكنا بنطالب يكون في عربيه اسعاف، في عربيه اسعاف فعلا موجوده بره، ودي حاجه كويسه، والحمد لله ان الكابتن محمود ما تاخرش علينا باي حاجه بنطلبها يعني. الكابتن احمد صيام مدرب نجوم صيام ان شاء الله. اهلا بك يا كابتن. الله يخليك يا رب. اول سيزون معانا ولا اشتركت قبل كده؟ ان شاء الله اول سيزون معاكم ان شاء الله. ايه رايك في دوري الحريف؟ بصراحه دوري الحريف من الحاجه اللي احنا خلينا نهي ان هو فيها نظام كويس، والدوري قوي فعلا بصراحه، افضل كمان من دوري بتاع اتحاد الكوره. عايزين نعرف ايه اللي تم النهارده في المباراه. والله النهارده ربنا اكرمنا، النهارده لعبنا المباراه، كانت اول مباراه لنا النهارده طبعا، ويمكن ما حلفناش الحظ النهارده وخسرنا يمكن 2-1، ولكن بامر الله الحمد لله رب العالمين العيال ادوا اللي هم مطلوب منهم، ولكن دي عشان اول مباراه طبعا، فالولاد نفسهم كان لسه اول مره يشتركوا في دوري الحريف عندهم رهبه، بس ان شاء الله ربنا يكرمهم الماتشات اللي جايه ان شاء الله. انا كابتن محمد بيبيتو مدير اكاديميه كابيتانو. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. اول موسم معانا؟ ان شاء الله. ايه رايك في موسم دوري الحريف؟ لا ما شاء الله السنه دي التنظيم هايل جدا، يعني كنا شاركنا قبل كده في بطولات اكاديميات كتير، دوريات كتير، بس ما كانتش بنفس التنظيم دوت. كابتن سعيد المصري عامل شغل جامد يعني. عرفت ازاي دوري الحريف؟ انا عرفته من على سمعته بصراحه، وفي يعني مجتمع الاكاديميات اول ما دخلنا وكده عرفنا ان اقوى دوري بتلاقي كل سنه بيبقى بطوله الحريف يعني. كابتن محمد العايدي، اكاديميه ام يونايتد. اهلا بك يا كابتن. اهلا فندم. اول موسم تشارك معانا في دوري الحريف؟ لا تاني موسم، انا كنت مشارك من سنتين في كاس الميكس، ودي تاني مره ان شاء الله باذن الله. ايه الفرق بين اول مره وتاني مره؟ ايه التطورات اللي حصلت في دوري الحريف؟ لا في فرق زياده، وفي ضغط اعلاميا، في تسويق كويس جدا. السنتين اللي فاتوا انا ندمت طبعا انا ما شاركتش في الحريف السنتين اللي فاتوا، بس هو نصيب يعني. دلوقتي لا بسم الله ما شاء الله في تسويق كويس جدا، دي اعتبر اكبر ميزه يعني. كابتن مجدي هشام. اكاديميه ايه؟ اكاديميه بيراميدز. كابتن كلمنا النهارده عن الماتش. الحمد لله اول حاجه على المكسب، ويعني ناس كتير. اداء اللعيبه كان ايه النهارده؟ لا في الحمد لله يعني ادائهم كان كويس، وفي كان في بعض الملاحظات كده، ودي ان شاء الله هنعدلها يعني. شكرا لزميلتنا المتالقه بسمه رشوان ومحمد جبال وسيد ومحمد فتحي من ملعب الساحل. كابتن وقتنا يعني جري بسرعه جدا، كابتن عبد الفتاح محروس، قبل ما اشكرك عايز تقول ايه في 3 ثواني؟ طبعا انا حابب اشكر كل اولياء الامور لاكاديميه ابن سينا وجميع الساده المدربين، طبعا على راسهم الكابتن عبد السلام محمود، والكابتن مصطفى علي، الكابتن محمد وجيه، كابتن عبد الرحمن، كابتن اسلام كوكو، كابتن محمود بني، والكابتن محمد رضوان، والكابتن مصطفى محجوب، والكابتن سعودي، استف العمل كله لانهم بجد بتعبوا جدا معانا، فربنا كريم. انا بشكرك وبشكر كل المدربين، كابتن عبد الفتاح محروس المدير الفني لاكاديميه ابن سينا، كابتن احمد سعيد بشكرك برضو، ولكن قبل ما اشكرك عايز تقول ايه؟ انا بوجه الشكر للكابتن كريم اشرف، الكابتن كريم عبد السلام، واولياء امور كل فيوتشر. بشكر كابتن احمد سعيد المدير الفني لاكاديميه فيوتشر، وكابتن عبد الفتاح محروس المدير الفني لاكاديميه ابن سينا. هسيبكم مع اخر تقرير من ملعب الساحل. يعني الملعب الساحل كان في ماتشات ومباريات كثيرة جدا وأهداف كثيرة جدا، يعني المنافسة زي ما الكابتن أحمد سعيد قال، كابتن أحمد سعيد قال في البداية كانت منافسة ساخنة. شفنا المدفعية كانت الماتشات بدأت فيها قوية، والساحل أيضا الماتشات بدأت فيها قوية. عمل لنا التقرير ده من ملعب الساحل بسمة رشوان، وكان معاها محمد جمال، وكان معانا محمد فتحي. السنة دي إن شاء الله زي ما وعدناكم إن هيكون زي ما وعدناكم، أنا مش سامع. طيب زي ما وعدناكم إن المسابقة هتكون مختلفة في كل حاجة، السنة دي برضو في الميديا وفي التصوير وفي التسويق المسابقة هتكون مختلفة. أسيبكم مع آخر تقرير في ملعب الساحل، وإن شاء الله نلتقي بيكم يوم الاثنين المقبل في نفس الميعاد الساعة 11 مساء.
نتعرف بيكي؟ مدام شيرين محمد مدير اداري اكاديميه فيرست سبورت. اهلا بيك. اهلا بيك. تعرف بيك؟ كابتن حسين شوقي مدرب عام اكاديميه فيرست سبورت. اهلا بيك يا كابتن. خليك فهم. اول موسم في دوري الحريف؟ لا تاني موسم ان شاء الله. ايه رايك في الموسم الجديد؟ لا افضل بكتير. لا في تطوير جديد، في تنظيم، كابتن محمود مظبط الدنيا المره دي غير المره اللي فاتت بصراحه يعني. كابتن عاصم رشوان اكاديميه روما. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. كلمنا النهارده عن اليوم بقى. والله الصراحه اليوم جميل، والدوري اللي معمول ده اجمل دوري اتعمل للبراعم. كابتن احمد محمد عبد الحافظ اكاديميه ايه؟ اكاديميه بير ميكر لكره القدم. اهلا بيك يا كابتن معانا. اهلا. كابتن عايزين نعرف ايه اللي تم النهارده في الماتش. والحمد لله، اولا احنا كسبنا 4-2 ودي حاجه كويسه بالنسبه للبدايه. اول حاجه احنا كنا ماسكين الماتش كويس من الاول، حصل شويه لخبطه بعد التبديلات، بس الحمد لله قدرنا نتركها ونبدا من جديد يعني، واحرزنا جون وحافظنا على الفوز يعني الحمد لله. بك يا كابتن محمد نبيل منجا اكاديميه ايه؟ تو ام. كابتن عملت النهارده في الماتش؟ الحمد لله بفضل ربنا كسبنا الماتش 2-1. كان الماتش صعب في بدايته، بس الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا الحمد لله. كابتن محمد فتحي اداري اكاديميه تشيلسي. اهلا بك. اهلا بك كابتن. طبعا ده اول موسم ليك معانا. اول موسم. ايه رايك في الموسم؟ لا الدوري الحريف معروف يعني، سمعته دي النسخه الخامسه، وان شاء الله يكون دوري محترم يعني ان شاء الله. ازاي دوري الحريف؟ اكيد النسخه الخامسه، اكيد متابع يعني السنين اللي قبل كده يعني. متعرف بيك؟ كابتن جمال عرفه المدير الفني ل 2007 اكاديميه حورس. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك كابتن. كلمني النهارده عن الماتش. والله الماتش كان ماشي كويس، وكان ماتش قوي. الفرقه الثانيه سجلت هدفين نتيجه اخطاء من حارس المرمى، واحنا الحمد لله دخلنا الجيم وسجلنا هدف، ولكن انا بعد اللقاء قدمت احتجاج على حارس المرمى بتاع الفريق المنافس يعني. محمود عزب اكاديميه ايه؟ اكاديميه الحورس. عملت ايه النهارده في الماتش؟ ما حلفناش التوفيق النهارده واتغلبنا. اداء اللعيبه كان ايه النهارده في الماتش؟ طول الماتش الحمد لله يعني فضل من ربنا، احنا هاجمين كل الماتش، هي كورتين جون فينا، احنا طبعا بنلاعب جون من السن الاصغر من عندنا عشان الجون الاساسي ما جاش، فهو يعني الطول بتاعه قصير، فالكور اللي جت كلها جت عالي عليها. متعرف بيك؟ كابتن شريف حبرك المدير الفني لاكاديميه المحترفين. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا. اول موسم معانا؟ لا تاني موسم مشاركه، والحمد لله ربنا كرمنا النهارده وعملنا انجاز كويس وفوزنا 3-0. ايه رايك في الموسم الجديد؟ حاجه جميله جدا الحقيقه، هي اداره رائعه بقياده الجنرال كابتن محمود الشيخ، راجل ملك الاعلام طبعا الرياضي في مصر، وراجل حاجه جميله جدا في دنيا الاحتراف الرياضيه الجديده، والحقيقه دوري جميل جدا قوي، انا شايف انه اقوى دوريات يعني. ايه التطوير اللي تم في الموسم الجديد؟ الحقيقه اللجنه في اضافات جديده، برضو التصوير والاعداد والتنظيم حاجه جميله جدا الحقيقه، اكتر روعه كمان من الموسم الماضي يعني. انا ضياء ترك مدير ومؤسس اكاديميه حورس. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن. كلمنا النهارده عن الماتش. المباراه طبعا انا مش اول مره العب في دوري الحريف، انا دي السنه الثانيه ليا، فاحنا متعودين على الاجواء، احنا كل سنه بنطلع لعيبه واللعبة بنجهزها عشان يروحوا أندية وكده من خلال دوري الحريف. أداهم إيه النهارده في الملعب؟ يعني كأول مرة يعني متوسط. أسميت إيه؟ نادي نجوم صيام. اسمك إيه؟ ياسين هايس. نجوم صيام. عملت إيه النهارده؟ كسبنا الحمد لله 2-1 على فريق بروتشيجا. كنت شايف نفسك إزاي في الملعب النهارده؟ كنت حلو وضيعنا أجوان كتيرة، بس الحمد لله ربنا وفقنا في الآخر. مركزك إيه في الملعب؟ خط وسط. عملت إيه النهارده؟ الحمد لله بفضل الله وربنا إن إحنا لعبنا حلو. كلك النهارده كان كويس في الملعب؟ الحمد لله بفضل ربنا 2-1. تحب تقول للكابتن؟ بشكر الكابتن ياسر طبعا، وكابتن ونجوم، وكابتن احمد صيام، واللاعيبه بتاعتنا طبعا. تحب تقول للكابتن؟ تعب معانا كتير نشكره، هو الكابتن ياسر والكابتن احمد صيام. تعرف بحضرتك؟ كابتن محمد ناصر اكاديميه شباب العرب. انا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا كابتن. اول سيزون معانا، اول موسم معانا بالظبط. ايه رايك في الموسم الجديد؟ جميل طبعا، على مستوى عالي واكتشاف موهوبين وحاجه جميله. عملت ايه النهارده في الماتش؟ فوزنا 2-0. الاداء كان كويس النهارده طبعا. طب مبسوطين جدا من مستوى اللعيب. تحب تقول لهم ايه؟ اقول لهم ربنا يوفقهم، وان شاء الله المباريات الجايه نكسبها ان شاء الله. اسمي احمد سيد كمال. اكاديميه ايه؟ اكاديميه تو ام اي. اسمك ايه؟ احمد كامل محمد. تو ام اي. اسمك ايه؟ انا احمد محمد. اكاديميه ايه؟ تو ام اي. عملت النهارده في الماتش؟ الحمد لله كسبنا الحمد لله. مين فيكم جاب الجون؟ هداه واللي كان. كلمني بقى جبت الجون ازاي؟ هو اصل شطه جات لي وانا حاططها. التمارين بقى اللي خليتك تجيب الجول اللي انت كنت بتمرنها مع الكابتن؟ كنا بيتدربنا حلو ان شاء الله. تقول للكابتن؟ اشكره ان شاء الله. تحب تقول للكابتن؟ طبعا الكابتن بتبعت بتتعب معانا جدا، واحب اشكر مع اللي هم بيعملوه.
تحب تقول للكابتن؟ هو الكابتن اللي أسسنا والحمد لله يعني لحد ما وصلنا لحد هنا.